أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس فقط نجوا من النار، أدخلوا الجنة. هي النجاة من النار مكسب كبير، وفوق هذا المكسب الكبير جدا في جنة عرضها السماوات والأرض، لهم ما يشاءون فيها. ما الذي فوق الجنة؟ قال: فوق الجنة في نظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناضرة متألقة إلى ربها ناظرة. وفي بعض الآثار أن أهل الجنة إذا نظروا إلى وجه الله الكريم يغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة. هذه فوق جنات تجري من تحتها الأنهار، فوق الحور العين، فوق الغلمان المخلدون، فوق الأنهار من لبن لم يتغير طعمه، من ماء غير آس. فوق كل أوصاف الجنة هناك نظر إلى وجه الله الكريم. ندمي عليها عضدت وناملي، عضدت وناملي وقرعت سني.